معي الآن عبر المباشر الأستاذ نجيب بطام المحامي. بداية أهلا بك أستاذ، ما قراءتك لبيان النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر وكيف ترونه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قراءتي الأولية لهذا البيان، أنه أنا كنت الأمس وأول أمس كنت تكلمت وقلت على جهة النيابة أن تصدر بيان توضيحي، لأنه كثرة التأويلات حول الأحداث الأخيرة اللي حدثت يعني قضائيا، وهذا البيان هذا يرفع اللبس ويرفع الشك حول العديد من المسائل المتعلقة بالإجراءات المتبعة في هذه القضية. بدايتها أن النيابة العامة اليوم أوضحت أنها تحركت يعني بعيد عن أي ضغط، لم تتلقى أي تعليم أو أمر بالقيام بمهمة، وأوضحت أنها عند تلقت جملة من البلاغات هي التي دفعت بها إلى تحويل هذه البلاغات إلى جهات تحقيق شرطة ودركا للقيام بإجراءات التحقيقات الابتدائية. وبعد رجوع هذه الملفات أحالت هذه الملفات على جهات التحقيق. قراءة أخرى أيضا أنه النيابة العامة تتعامل في إطار التحقيقات الابتدائية مع الآليات القانونية المنصوص عليها في القانون، اللي هي الديوان المركزي لقمع الفساد ومحاربته وجهاز الشرطة وجهاز الدرك الوطني، يعني فيه تنسيق باعتبار النيابة العامة هي الجهة المشرفة على عمل هذه الآليات. الآن حبذا لو أنه خلية الإعلام هذه التابعة للنيابة أنه تتفاعل مع الأحداث وتصدر بيان مباشرة بعد كل ملف، حتى نضع حد للتأويلات والادعاءات الباطلة ورفع اللبس على كل ما يحيط بهذه الملفات، حتى تضع المواطن في الصورة الحقيقية بخصوص هذه القضايا هذه تاع الفساد. نعم، إذا أستاذ نجيب، أنت ترى أن بيان النيابة العامة في هذه الأثناء أيضا، خاصة وأنها تتحدث بكل وضوح وبكل نعم بأنها لم تتلقى أي إعاز ولن تتلقى إعاز طبعا للتحرك وفي قضايا محاربة الفساد. لا أكيد، هذا أمر منصوص عليه أخيرا، منصوص عليه القانون الإجراءات الجزائية، لا سيما في إحكام المادة 36 الفقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية. أن النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية تباشر وتأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي بمجرد ما يصل إلى علمها قيام جرم. والبيان يتكلم على أنه عندنا بلاغات، يقول في الآونة الأخيرة كثرت البلاغات. الحقيقة الأخرى اللي ما يلزمش ننكرها أنه ربما البعض يتساءل يقول لك لماذا النيابة لم تتحرك سابقا في هذه الملفات هذه. احنا قلنا باللي سابقا يد القضاء كانت مغلولة، والآن العدالة يعني نلاحظ أنه في بداية لتحرر واستقلالية جهة القضاء لمتابعة هذه الملفات، هذا اللي يعكس ويفسر بدء الإجراءات في ملفات الفساد في هذا التوقيت بالذات. نعم أستاذ بطام، أيضا كما قلت يعني صدور بيان النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أيضا في هذا التوقيت هو أيضا يعتبر ردا لمن رأى بأن القضاء ربما ما زال مكبلا، ولكنه هناك تنفس للصعداء وهناك انفتاح رأيناه من خلال تسارع وتيرة الأحداث وتسارع وتيرة فتح ملفات الفساد. والفضل في كل ذلك، تتمة لكلامك، الفضل في كل ذلك للحراك الشعبي. الحراك الشعبي هو اللي حرر القضاء، هو الذي تساهم في تحرر القضاء وإعطائه فسحة الاستقلالية ومباشرة العمل. حبذا لو أن هذه العملية تتواصل، يعني ما تشملش غير أشخاص معينين برك، وفيه بوادر، فيه بوادر اليوم أنه فيه جهات في البرلمان تعمل على رفع الحصان على بعض الأشخاص تمهيدا لبدء التحقيق معهم وإحالتهم أمام القضاء. يعني الشعب الآن ينتظر أنه الآلة هذه القضائية في المتابعة أن تستمر، ما توقفش عندها عند هذه الأشخاص برك،
حتى لا تعطي الصورة باللي لأن البعض يقول فيه صيد حسابات ولا كذا. الأيام القادمة، الأيام القادمة ستؤكد يعني ما ينتظره الشاب أن التحقيق يطال كل من تورط في قضايا قضايا الفساد، مع يعني احنا كقانونيين احنا نتمنوا ديما انه النيابه الخاليه تاع الاعلام تتدخل في كل لحظه، ماوش يخليه حتى تكثر التاويلات والاشاعات والافتراءات وتترك المجال لمن هبه ودبه يفتي. نعم. يعني الناس كل صبحت حتى في وسائل الصحف المكتوبه صبح الناس كل تكتب وتعطي تاويلات وتفسيرات خاطئه. اذا من شان هذه البيانات هذه تاع خاليه الاعلام ان ترفع اللبس وتضعنا وتضع المواطن في حقيقه الاجراءات وحقيقه الاوضاع. انت تعرف فيه ناس حتى اللي راهم يشكوا ويقول لك ما شفناش هذا المتهمين هذا غير سيارات الدرك، وما الناس ما زالت تشكك، وبالتالي مثل هذه البيانات هذه ستساهم في رفع اللبس وتضع الناس في صوره وعلى بينه من حقيقه ما يحدث يعني في هذه القضايا، مع الاحتفاظ بمبدا سريه التحقيق. نعم. وعدم المس، عدم المس بالحياه الخاصه للاشخاص، هذا شيء مهم ناكد عليه. نعم. ماهوش معناتها لما نطالبوا احنا باش يعطيونا معلومات باش تمشي الى المس بحياه الاشخاص ولا بالعائلات نتاعهم بسريه التحقيق. نعم. هذه الامور اضبطها القانون. استاذ نجيب بيطام، ايضا لا تعتقد انه صدور البيان او بيان النيابه العامه لمجلس قضاء الجزائر في هذه الاثناء ايضا هو دفعه قويه بالنسبه لكل اطارات القانون في الجزائر، كل القضاة، كل القانونيين، كل المحامين، يعني سلك القانون ككل والعداله ككل، وايضا بالخصوص نتحدث على اليات مكافحه الفساد. لا ترى انه هذا البيان النيابه العامه هو بمثابه دفعه قويه واعاده ضخ دماء وتشجيع اكثر للحياه او يعني جانب العداله في الجزائر؟ هذه نقدر نقولوا اخي رضا هذه البدايه لما تفضلت به، هذه البدايه. يعني احنا نتوقع انه الامور كما قلت لك ما توقفش عند الحسابه. نعم. وتستمر بمرافقه قرينه البراءه، لان كل متهم يبقى بريء حتى تثبت إدانته. نعم. القرينة هذه المنصوص عليها في المادة 56 من الدستور الجزائري، واللي هي قرينة قانونية عالمية يعني ماشي غير عندنا احنا. نعم. والبيان الثاني يتكلم على انه العدالة تخدم تعمل في هدوء، لانه انت تعرف مثل هذه الملفات هذه رغم محاولة التشويش عليها، هذه الملفات هذه تستغرق وقت كثير، ماهيش قضية شهر ولا شهرين ولا ثلاثة، تستغرق لانه فيه نبات دولية وكذا. ونتمناو احنا انه تجري الاجراءات هذه في اطار احترام القوانين، وانت ما يخفاكش باللي هذا المتهمين وكل راهم عندهم دفاع. نعم. عندهم محامين، وحامين هذو المحامين راح يحرصوا على ربما متابعه التحقيق عن قرب والوقوف على مدى احترام الاجراءات القانونيه في حق موكلهم، لانه اي خرق او اي تعسف في حق الموكلين تاعهم راح يدفع بالمحامين الى اثارته والابلاغ عنه. نعم. استاذ نجيب، يعني حتى في البيان، يعني حتى في البيان النيابه العامه من خلال ما ذكرته في بيانها شددت ايضا على انه حتى الجهات الاخرى او الجهات المتهمه في قضايا الفساد ايضا انه ربما ما دام جسدوا مبدا العداله وتنطبق القانون فبالتالي مكفول حقهم من خلال كما قلت قرينة البراءة. لا هذول ما زال لحد الآن مخطئ من ينظر لهم على أنهم مجرمين. نعم. نعم. لا متهمون وقرينة البراءة راهي معهم إلى أن تثبت الإدانة تاعهم، وقد تثبت براءتهم. إذا الأمر سابق لأوانه في إصدار أحكام مسبقة على هؤلاء الأشخاص. التحقيق القضائي اللي راح يمشي طبقا لقانون الإجراءات الجزائية من شأنه أن يثبت إما الإدانة وإما البراءة، لأنه الآن قضاة التحقيق اللي راهم يعملوا في هذه الملفات هذه راهم يعملوا في اتجاهين، اتجاه جمع أدلة الإثبات واتجاه جمع أدلة البراءة أيضا تاع المتهمين، والمحامين تاع المتهمين وكذا المتهمين سيرافقون هذا التحقيق بكل الوسائل التي تمكنهم من الدفاع ودحض التهم المنسوبة إليهم حتى يحال ينتهي التحقيق ويحال الملف أمام
قاضي الحكم أو المحاكمة، حينئذ سيكون الحكم الفصل والفاصل في التهم المنسوبة إليهم. يا أخي وبالشعبية نقولوا اللي دار يسلك واللي ما دارش يبرئوا القضاء. نعم، المحامي نجيب بيطام كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.